اللعب جامع ايوا تيكي تاكا مهمه ديال الخطه اللي كنا غادي نبيعها هي خطه مزيانه وكنتمنى واحد الموفقه للفريق وان شاء الله في مقابله الجزائر تكون نتيجه ولماذا الفوز بهذا اللقب. السلام عليكم. نحن في مباراه انت والشناهيلي مباراه غسان الاتحاد المزيد الاتحاد 5-7 كانت المباراه اللي هي شقه في اللول ولكن الحمد لله سلم مسانده الدراري الثقه في النفس غادي نويد النتيجه كذلك نشكر الجمهور اللي داير اليوم الجمهور ديال الاتحاد 5-7 قدم واحد الاداء اللي هو اداء جيد كما معروف معروف عليه في المملكة ديال احسن جمهور في الدوريه اللي شريت عندنا ذاك العام دينا احسن جمهور ودابا اليوم الحمد لله راكم تشاهدوا في الجامعه كلشي الجمهور كلشي شكر فريق بوكا 5-7 الحظ ما معاهمش وحنا ان شاء الله حنا ديما الكيف ديالنا الثقه في النفس ان شاء الله وكنشكروا الجماهير اللي ساندتنا في دوار 5-7 جميعا كبارا وصغارا وكنشكروا اللجنة ديالنا وكنشكروا المدرب اللي هو العلالي وعبد الله يد الحاج كنشكروا جميع اللاعبين اللي معنا كنشكروا رشيد سطوب اللي قام بالمجهودات ديالو في القميص ديالنا ديال بوكا 5-7 وان شاء الله الماتش الثاني ان شاء الله غادي نحاولوا باش نفوزوا ان شاء الله على فريق الثاني وشكرا لكم جميعا سطوب الصحفي ديالنا المباراة كانت قوية قدام الجار مزيان كيما تشوفوا ربحنا ب 6-0 الحمد لله بالمساندة ديال الجمهور ديالنا شكرا شكرا شكرا